في صلاح الدين بشكل عام والعراق، الروتين اللي يعيق المستثمر بالدوائر الخدميه والدوائر ذات العلاقه. اليوم انا كمستثمر اذا جي استثمر اي شغله في مدينتي او في محافظتي، احتاج لسلسله مراجع وسلسله امور، يعني اكاد انه انا اصل لمرحله انه اترك الموضوع ولا 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 اقدم على اي مشروع في هذه المدينه وفي المحافظه. عندك اليوم عملنا يتعلق كمستثمرين بالمدينة أو في محافظة في البلديات، في البلدية، في مديرية بلدية صلاح الدين، في القيم مقام، كل مكان احنا لازم عندنا سلسلة مراجع. الصعوبة الأكبر اللي قاعد تحيط بالمدينة حقيقة وفي المحافظة اليوم هو البنية التحتية اللي تفتقدها المدينة اليوم. لا مجاري، لا شوارع معبدة، لا كهرباء موجودة. مستثمر عندما يجي، أنا كنت مستثمر في الإمارات، وأنت تعرف أنا أول ما أقدم على أي عمل أنا عندي دراسة جدوى اقتصادية، أحاول أني أبحث عن أفضل الأمور اللي أنا أنجح بها. أنا ما أقدر أسوي جدوى اقتصادية في بيئة تكاد تكون معدومة الخدمات فيها نهائيا. يعني أنت اليوم نفكر في مشروع مثلا، نريد نسوي استثمار اليوم فيلل بالتقسيط المريح للمواطن العراقي بشكل عام. عندك اول شيء الارض غير مهيئه تلقاها، يعني روتين البلديه. نعم نعم، مو بس البلديه، انت عندك بلديه وبلديات والمديريه والوزاره. يعني هو هذا الروتين على كل العراق، هو مو مختص بسامره او صلاح الدين. طبعا عذرا على الكلام، هناك يعني سلسله مراجع من الفساد الاداري يلحقك انت في حال انك اقدمت على هاي المشاريع حقيقه. هاي اذا تسمح لي قبل ما اروح للفساد اليوم، اذا اردنا نقارن ما بين الدوائر بالامارات والدوائر بالعراق، اليوم انا اقدم على مشروع استثماري بالعراق بناء 100 وحده سكنيه في العراق و100 وحده سكنيه في الامارات، شنو العوامل اللي تهيئها دولة الإمارات وشنو العوامل اللي تهيئها الحكومة العراقية؟ اول شيء انت عندما تقدم على مثل هذا الموضوع عندك انت تكون طبعا حقيقة صاحب رأس مال حقيقي. في بعض الأحيان عندك في العراق المستثمرين ما عندهم رؤوس أموال. طيب. بالإمارات البنوك توفر لك عملية القرض يعني مع فوائد، مع فوائد بسيطة. هنا الفوائد عالية بالنسبة للبنوك، حقيقة تصل لشيء خيالي. بالإمارات تصل إلى 2.9 أو حتى 1.9، يعني الموضوع 1.5 أو إلى 1.9، أقل من 2 وشوية، يعني أحيانا أي بالمية الفوائد. تجي العراق يعني تصل إلى 6 و7%، الفوائد عليك يعني شيء خيالي حقيقة. الموضوع الآخر قلت لك البنية التحتية مهيئة بالإمارات، المجاري عندك، الماء، الكهرباء، الإنترنت، كل شيء، صرف الصحي موجود عندك، أنت مباشرة تبدأ بالبناء. هناك أكو عملية تسويق للمنتج مالتك. أنت اليوم أنا إذا أبيع كمنتج، أنا ماكو صراحة أحد يقدر يحاربني في منتجي. أنا فقط واحد شغلة واحدة، أنا أخضع لمعايير الدولة. اليوم أنا من قدمت على أني أبدي أقدم وحدات سكنية بمواصفات كذا وكذا، لازم أنا أكون يعني دقيق في بنائها وفي تقديمها للمواطن، وإلا الإمارات هناك يعني عفوا موجودة أكثر من جهة رقابية عليها. طيب. عرفت؟ طيب. نعم. اليوم بالعراق لا، اليوم الموضوع مختلف. لا قلت لك لا بنى تحتيه ولا مجاري ولا ماء ولا كل شيء موجود. هاي واحده. الفساد الاداري اللي يلحقك انت كمستثمر، انت لازم تدفع ولازم تنطي ولازم ترشي ولازم حتى تصل الى مرحله انه تقدر تبيع، تبدا تبيع. من تبدا تبيع اخي الكريم انت ما عندك اي شيء يضمن اموالك مع 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 المستفيد اللي هو المواطن. ماكو اشياء يعني تضمنها. اليوم انا اجي ابيعك بيت بأسعار زهيدة أو أقساط زهيد، خلينا نقول أنا ما عندي ضمانات أنه أنت راح تسددني بالمستقبل. اليوم تعرف الشيكات أو الصكوك ما مو شيء حقيقي، بينما هناك لا، أكو أمور التزامية أدبية وياك. أنت البيت تستلمه خلال، ها نرجع للمستثمر، المستثمر يقول خلال سنة أسلمك هنا أو سنتين، ما يسلمك 3 سنين. بالإمارات يقول لك 9 أشهر تستلم، تروح تستلم مفتاح بيتك.
هذا فرق، فرق التعامل. حال اذا تاخرت في الامارات هناك غرامات جزائيه، يعني عن كل شهر كذا مبلغ، عرفت؟ هاي الطريقه اللي تعاملوا بها في الامارات، وفي العراق لا، هذا المستثمر يتاخر ما يتاخر ما حد يمه، اصلا ماكو جهه رقابيه عليه تحاسبه، اصلا العقود اللي تدرج المفروض قبل ان تدرج المواطن مع المستثمر اكو جهه قانونيه تفهمه، مشاور قانوني يقول له انت حقوقك 1 2 3، هذا ما موجود في العراق، المشاور القانوني او الجهه القانونيه ما موجوده حتى تبين للمواطن المستفيد انه اكو اخطاء او اكو ثغرات انتبه عليها. بالامارات يقول لك 1 2 3. انت البلديه هي الجهه المستفيده من كل هذا الكلام باعتبار الارض عائده للبلديه وما ممكن بناء مشاريع خارج حدود البلديه، صح؟ طيب وين دور البلديه هناك كونها رقيب على توقيع العقود ما بين المستثمر والمواطن؟ اخي انا اللي اعرفه اللي صار في العراق بشكل عام، البلدية دائما بعيدة عن هذا الموضوع، بعيدة عن العقد اللي يجري بين المستثمر وبين المواطن، اصلا يعني بعيدة كل البعد عنا. احنا بالامارات عندنا لجنة نزاعات اسمها خاصة بالبلدية للدفاع عن المواطن اكثر من الجهة الاستثمارية، يعني انا كمستثمر الدفاع عن حقوق المواطن. نعم المواطن الاماراتي نعم المستثمر او الدائره تكون نعم المواطن الاماراتي او الوافد عندما يلجا للجنه النزاعات يبين انه انا اظلمت او انظلمت بهذا الموضوع، يستدعون المستثمر نفسه الرئيسي او المشاور القانوني مالت الشركه ويقعدون يحلون القضيه يعني بسلاسه حسب العقود والبنود اللي موجوده اللي متفقين مع البلديه هم بها. اما اذا اكو شيء خارج البلديه فيتحمل المستثمر مباشره. طيب في حال تاخير يتحملها ابو البلديه كتعويض للمواطن، وفي حال تاخير المواطن عن السداد كيف تكون التعامل؟ ها هنا اذا حصل تاخير، اول شيء ملكيه العقار ما تكمل، يعني تظل لها عائديه لصاحب يظل اكو شرط بالموضوع. ثاني شيء موجود الشيكات تعرف. ثالث شيء الجهه الرقابيه اللي هي البلديه مستمره بالضغط على المستثمر وعلى المواطن لحل اي اشكال. هنا احنا عندنا فقدان لتواجد الجهات الرقابيه على الاستثمار بالمدينه. اذا قارنا بنسبه النجاح الاستثمار بالعراق، ايش قد تنطي من 100 للاستثمار في العراق بالنسبه للامارات؟ بالنسبه لمشاريعنا في العراق قياسا للامارات 1%. 1% نسبة. طيب نروح لمشروعنا الوحيد في مدينة سامراء، كون احنا ابناء مدينة سامراء وحلقتنا اليوم تخص مدينة سامراء، مشروع درة سامراء. كثير من اللغط، دعاوي على مواطنين، دعاوي الصور على المستثمر. اليوم شنو مشكلة درة سامراء وليش هذا اللغط حول مشروع درة سامراء برأيك انت كمستثمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نرجع احنا لنفس الموضوع اللي تكلمنا به قبل ما بدينا. مشروع درة سامراء هو كان بالبداية لمستثمر آخر غير الموجود الآن. صور هو الحالي 3 أو 4. أي نعم. هذا المشروع كثر عليه اللغط حقيقة وكثرة المشاكل عليه بسبب تعاقب المستثمرين عليه. اليوم هناك وحدات سكنية حقيقية موجودة، أنا ما كنت مطلع حقيقة على الموضوع، لكن اليوم موجودة وأكو ناس اشترت وأكو ناس تسلمت. لكن اللي يعيق العمل هو الخلافات الشخصية خل أسميها بين المستثمر وبين الجهات الإدارية أو الجهات المستفيدة بشكل عام. اليوم أنا عبت على 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 مشروع درة سامراء التسويق، طريقة التسويق لمشروعهم حقيقة ما هو أي تسويق لمشروع. اليوم أي خلاف ينشب بين البلدية وبين المستثمر المواطن ما له دخل المفروض نهائيا، وما يعني أنا اليوم ذاك مشكلة بين مدير بلدية وبين مستثمر، انا المفروض اني بعيد عنها كل البعد كمواطن او كمستفيد من البناء. اليوم اكو خلافات حقيقيه بالمدينه قاعد تاثر على الاستثمار، سواء بين 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 نواب، سواء بين مدراء، سواء بين مستثمر ومدراء، هاي كلها تتاثر. واكبر دليل انه الاستثمار في مدينه سامراء عباره عن قطع ومحلات، اصبح لا شيء اخر في هذه المدينه. اما درة سامراء مشروع قائم حقيقه، نتمنى له التوفيق، نسأل الله أن يسدد خطاهم، وإن شاء الله البلدية تكون متواجدة وحاضرة للدفاع عن أي مواطن في أي استثمار قادم أو حالي. قبل ما نختم وياك، المشكلة بين المستثمر وبلدية سامراء أو بلدية صلاح الدين شخصية أم قانونية؟
برأيك بالنسبه لي بالنسبه لك كشخص مستثمر انت ومتابع؟ انا سمعت كل الاطراف. الموضوع في قانوني وفي شخصي. الموضوع فيها مساله قانونيه وفيها مساله شخصيه. طيب. شخصنت القانونيه تشخصنت والشخصنت صارت قانونيه. شلون هاي بالايام القادمه انا من خلال منبركم اناشد البلديه واناشد درة سامرة ومديرها ومسؤولها او مستثمرها انهاء هذا اللغط. ابناء المدينه ابناءنا وغالين علينا، هم ولدنا وشبابنا، فالرجاء عدم زج ابناء سامره في مثل هذا الموضوع، وان شاء الله نكون عون لبلديه سامره ونكون عون للاستثمار في مدينه سامره سواء دره سامره او غيرها. وشكرا لقناه سامره السباقه للتواجد في كل المحافل. شكرا جزيلا. شكرا استاذ.